انت عايش في مدينه كولن في كولن في المانيا. مودست من الفرق اللي تالق فيها وبشده كولن. اتفرجت عليه، شايفه ازاي؟ طبعا. عامله ازاي؟ يعني شايف ان هو يعني كيف يستعيد لياقته؟ يعني هو ادى بشكل افضل الحقيقه من الفترات الماتش اللي السابقه فات، الماتش اللي فات كان كويس طبعا يعني، ولكن افضل. ايوه هو طبعا مودست لعيب كويس جدا، كان هداف نادي كولن قبل ما يروح كولن، كان في فرقه اسمها هوفنهايم كان برضه هداف، بعد كده راح اف سي كولن هداف الفرقه، جاله عرض كويس جدا في الصين، سافر الصين لعب حوالي سنتين هناك، رجع برضه على اف سي كولن كان كويس، بعد كده جاله اصابه بدا يطلع بره بره الفرقه واحده واحده، يعني ما بقاش يبدا. خلص مع كولن، جاله بروسيا دورتموند انتقال حر، راح لعب في فريق دورتموند كبير يعني، فريق كبير طبعا جدا يعني. طبعا، كولن ودورتموند، دورتموند تشامبيونز ليج على طول يعني، وفعلا كان ما كانش بيبدا كتير بس دايما كان بينزل، كان بيفرق يصنع الفارق لدورتموند، يعني دورتموند برضو فلسفتها زي فلسفه النادي الاهلي ان هي استحواذ ودايما بيقوم بالهجمات المنظمه والحاجات دي كلها، ودايما بيلعبوا في الصندوق، فهو كان دايما ينزل يفرق يعني بيجيب جوال. بعد كده طبعا تقريبا مش تقريبا اكيد استغنت عنه طبعا فريق دورتموند، وبعد كده جه النادي الاهلي. انا شايف ان هو لعيب اوروبي يعني مش افريقي، يعني هو مش جاي من افريقيا، لا ده هو مولود في فرنسا وعايش حياته كلها فرنسا، الكره الاوروبيه والحاجات دي كلها، وجي طبعا دلوقتي على مصر. الكوره تختلف تماما عن اوروبا، يعني الكوره تختلف عن اوروبا، الجماهير تختلف، نوعيه الضغوط تختلف، انما ان هو يلعب مع النادي الاهلي في الفتره دي، وانا شايف ستيب باي ستيب ممكن يرجع تاني مودست. انا شايف امبارح ان عمل ماتش مش وحش، الكره اللي هو خدها دي على الطاير لو جول كانت هتفرق معاه كتير طبعا جدا جدا طبعا جدا، وبعدين طبعا بيوصل وبيروح وبدا، انا شايف ان هو بدا واحده واحده، فهو بس محتاج انه يتاقلم ماتشين ثلاثه، ياخد الثقه من لعيبته، ياخد الثقه من الجماهير، انا شايف الميديا كلها برضو ضده، وده برضو اكيد ممكن يضغطه ضغط جامد جدا وما يطلعش، يعني يخليها طبعا بصوره سلبيه مش بشكل ايجابي، اكيد سلبي على ادائه في المباريات، انما هو طبعا في الاول والاخر لعيب محترف. يعني لسه كنت هقول لعيب محترف المفروض يعرف يتعامل مع الكلام ده كله، بس احنا الميديا عندنا في مصر والجمهور عندنا في مصر ضغط شويه. في ضغط شويه. يعني هو انت شايف ان هو لعيب كويس؟ يعني لعيب كويس، لعيب كويس الفترة اللي فاتت دي كلها، يعني لعيب كويس والسيرة الذاتية بتاعته كويسة، النادي الأهلي لما اشتراه على هذا الأساس، لا مش متعور، هو بس محتاج إنه يوفق، يقف على رجله اللياقة البدنية. أنا شايف إن هو مش وحش بدنيا، هو مش وحش يقف يعني. لا بيروح، أنا شايفه امبارح بيتحرك بقوة، بيخش وبيروح بيلتحم وسرعاته والحاجات دي كلها، إنما هو محتاج شغل كتير في الصندوق، يعني احنا محتاجين شغل كتير في الصندوق، لما تخصصي في الصندوق، هو بتاعته هي اصلا يعني مش شغل مع المدرب، الفرقه ككل يعني نخلق فرص اكتر من كده في الصندوق او في ال 18، فاكيد ممكن يحط واحده ولا حاجه وترجع له الثقه ويبدا يشتغل من جديد. احنا بنتمنى ان هو يتاقلم، ايوه احنا بنتمنى طبعا ان هو بيتاقلم علشان يقدر يفيد النادي الاهلي، يفيد نفسه طبعا الاول والنادي الاهلي ويبسط جماهير النادي الاهلي.